بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الأمة الإسلامية تستقبل أياما عظيمة مباركة، بل هي أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقد أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، والله جل وعلا عظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال: والفجر وليال عشر. وقد ذهب كثير من المفسرين أنها الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وهي العشر التي تم بها ميقات موسى مع ربه، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله تعالى بقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد جاء ذكر فضل هذه الأيام العظيمة المباركة من طريق ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. وفي رواية قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وسميت عشر تغليبا، وإلا فهي 9 أيام مباركة تختم بأعظم أيام الدنيا على الإطلاق، وهو يوم عرفة الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وحث على ذلك، وقال عنه أن صيامه يكفر ذنوب 2 سنين ماضية وقادمة. فلا ينبغي لعاقل أن يفوت فضل هذه الأيام المباركة ويكثر فيها من الطاعات والقربات من صيام وصدقة وذكر لله تعالى واستغفار وقراءة للقرآن وأعمال من أعمال البر والإحسان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.